هسا عندي الاختبار القبلي، أصل الأشياء المتشابهة بالشكل. عندي هنا الكرة ناهدية، وهنا عندي كولا، وهنا عندي الآيس كريم. وين الكرة؟ أصل إلى الكرة لأن هي متشابهة، والهدية أصل إلى الهدية، والكولا أيضا أوصلها، والآيس كريم أيضا راح أوصله. ثانيا أحوط الأطول، منو الأطول؟ اللابس التيشيرت الأصفر أم الأخضر؟ الأخضر، إذن أحوطه. أحوط الأقصر، عندي هاي المروحة الزرقاء والمروحة الحمراء، يا هي الأقصر أي المروحة الحمراء. أجد الناتج 7 ناقص 3، طلع 7 بيدي وآكل من عدها 3، 1 2 3، شقد بقالي؟ 1 2 3 4، 10 ناقص 4، أطلع 10 بيدي وآكل من عدها 4، 1 2 3 4، شقد بقالي؟ 1 2 3 4 5 6، إذن 6 بقالي. 13 ناقص 5، خلي 5 بقلبي لأن ما أقدر أطلع 13 كلها بيدي، وأحسب برا 5، 6 7 8 9 10، 11 12 13، إيش قد وصلت لل13؟ 8 من خطوات. هسا عندي العدد المفقود، شلون أطلعه حتى يساوي لي 4؟ 9 إيش قد؟ أقول 9 ناقصا 4، طلع 9، آكل من عدها 4، 1 2 3 4، إيش قد يبقى لي؟ 5، إذن 9 ناقصا 5 يساوي لي 4. على الشجرة 5 عصافير، طار منها 2 عصفور، كم عصفورا بقى على الشجرة؟ اكتب جملة طرح، إذن 5، شقد طار من عدها؟ 5 عصافير، شقد طاروا؟ 2، شقد بقالي؟ هاي 5، أكل من عدها شقد؟ 2، لأن طاروا من عدها 2، شقد بقالي؟ 1 2 3، إذن 5 ناقص 2 يساوي 3.